Hello and welcome to Mr. Fluency's channel. This is Mr. Ali. أهلا وسهلا بكم بقناة أستاذ علي. هذه المحاضرة اللي راح نكمل بها المحاضرة اللي فاتت كانت صفحة 24 من مادة النحو كتاب Rapid Review للمرحلة الأولى. أهلا وسهلا بكم. هذه المحاضرة جدا مهمة. شو راح نقدر نكون عدة جمل من تكملة مختلفة من عدة أماكن مختلفة. عندنا هذه مجموعة وهذه مجموعة وهذه مجموعة أيضا. We go to school every day. نقدر نغير كلمة school نخلي مكانها home, library, downtown, church, movies, classes, home, store, country, downtown. تقدر تغير كل هذه الكلمات المستخدمة هنا. هذه من أهم النقاط اللي موجودة بهذه الجملة واستخداماتها. يعني we go to school every day. We go to library every day. We go to store every day. We go to school every day. We go to bed every night. مثلا نقدر نغير هذا الموجود بالجملة تمام بكلمة أخرى من هذه الخيارات الموجودة من 1 إلى 15 حتى نقدر نسوي جمل. طيب خلينا نتكلم عن استخدام المفرد. لما نجي للمفرد حسب ما تعلمنا إحنا بالمفرد شنو نقول؟ نقول she speaks, he speaks. بس بالجمع you speak, they speak, we speak. مفرد he speaks, she speaks. okay. جمع they speak, you speak, I speak. بالنفي she doesn't speak, he doesn't speak, I don't speak, you don't speak. okay. هذا صيغة جدا مهمة وجدا بسيطة. واتمنى تستفادون من هذه المحاضرة. واذا عندكم امثلة او اسئلة حاولوا تكتبوها بالكومنت وان شاء الله ما اقصر يعني.